رأيي بالنسبة لسعر الفايدة اللي ارتفع طبعا، هو أول ما يرفع سعر الفايدة على القروض، بالتالي هتلاقي إن الناس الشركات اللي بتاخد قروض كلها هترفع الأسعار على الناس وعلى المواطنين، فبالتالي هتلاقي سعر أسعار السلع بترتفع، ودوت هيبقى يعني مصيبة سوداء، يعني هيبقى زيادة أسعار عن الزيادة اللي هي موجودة أصلا، ده هيودي البلد لورا على طول. الوضع الاقتصادي كله في مصر محتاج معالجة غير اللي بيحصل دلوقتي. الناس كلها بتعاني على كافة مستوياتها، والناس أكيد كلها بأي لغة هقول لك في الآخر هو تعبان. في وضع اقتصادي مش مظبوط، بيتعالج بطريقة مش سليمة. بالنسبة لسعر الفايدة اللي زاد ال 2% عرفته من الجرايد النهاردة الصبح، وطبعا تأثيره بالغ على الأسعار وعلى الاستثمار وعلى أي شخص، يعني حتى الإنسان الطبيعي اللي ماشي في الشارع. ليه؟ لأنك أنت النهاردة هترفع سعر الفايدة، هترفع سعر الإقراض، بالتالي تكلفة أي منتج أو تكلفة أي خدمة أو تكلفة أي حاجة هتزيد، بالتالي هنحمل الناس تحميلات زيادة. هل دي تعليمات صندوق النقد زي ما بعض الناس بتقول؟ هل دي فعلا ليها جدوى اقتصادية زي ما رئيس البنك المركزي بيقول؟ المقاولات طبعا تأثيره هيبقى عالي جدا، لأنك أنت بتزود تكاليف التشغيل بتاع المقاولات، بينما أنت العقد بتاعك كان بادي من قبل ما زيادة الفايدة. هيبقى فيه تأثير كدورة تضخمية، هتؤثر على الأسعار وهتؤثر على نسبة التضخم، وبالتالي هتنعكس على أسعار السلع. مهم الناس ما تنزعجش، لأن البلد يعني في حاجة لهذا، وللأسف يعني الحكومة الحالية بتدفع ثمن أخطاء حكومات سابقة لفترة طويلة. إحنا ماشيين في طريق صح، ولكن للأسف الشعب مش مستوعب، لأنه ثقافته مش على القدر له. زيادة الفائدة على القروض مؤثر على الشعب أكثر من الشركات، يعني الغلبان لما يسحب له قرض ويلقى القرض ماخذ 15,000 جنيه ويلقاه 35 عليها دينة، أهلية هي الأساس قبل الشركات. يعني مؤثر على البني آدم الفرد في الشارع اللي موظف حكومة، هاي صاحب له قرض يعمل له مشروع بيه بأن كان 35 ماخذ 14,000، ممكن يكون 35 37 الدينة 14,000 جنيه غرض من البنك.